ولما دقتها لقيت طعمها حلو جدا، لدرجة ان انا قعدت اكلم نفسي، جوزي قاعد يقول لي في ايه مالك اتجننتي؟ قلت له ايوه اتجننت، ازاي طعمها حلو كده من غير دقيق ومن غير سكر؟ بس استنوا، انا عايزة قبل ما اتجنن طعمها بيفكرني بحاجة. الحقيقة مش قادرة، يعني مش عارفة احدد بالظبط طعمها بيفكرني بايه، بس لما افتكر اكيد هقول لكم في خلال الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورايا على المطبخ مستنية ايه؟ نعلي المود ونعلي المزاج ونعمل كيكة رائعة جدا. انا هعمل النهاردة 3 مج كيك، فهستعمل 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. لو عايزة تعملي واحدة بس براحتك، ولكن طبعا اعملي كمية كبيرة لان طعمها حلو فعلا. هستعمل كمية من الكاكاو عشان هخلي نصها بالكاكاو، كمان هستعمل بيكنج باودر، ونستعمل نوع كويس عشان يديني نتيجة كويسة. لتحلية الكيكة هتكون سكر ستيفيا، هيكون افضل حاجة لو احنا بنعمل دايت وعايزين ما يكونش فيه اي سعرات حرارية، وده افضل حاجة كمان مناسبة للكيتو دايت. هحتاج مكعب زبدة حوالي 20 جرام، وكوباية من ايه؟ من ايه ده؟ السمسم. السمسم ده هيعمل طعم رائع جدا، بس مش هستعمله كده، ده سمسم ابيض. هبتدي احمصه، والتحميص ده مفيش اسهل منه في الدنيا. هتحمصيه ازاي يا سلوى؟ هوريكم كل الموضوع. اللي انا هجيب اي طاسة فاضية اي نوع، وبعدين هحط كده فيها السمسم اللي هو الابيض ده. لما نروح نشتري سمسم، نشتري السمسم الهندي لان بيبقى نكهته حلوة جدا. فدي كوباية للتلات بيضات او المقدار اللي انا هعمله كله النهاردة. هحطه على حرارة هادية واقعد اقلب فيه كده، يعني ما سيبوش لانه على طول هياخد اللون الاشقر الحلو. وهو على النهاية كده يعني بعد حوالي 5 دقايق على نار هادية يبتدي بقى ايه، يتنطط كده من الطاسة، نعرف ان هو خلاص كده زقزق وبقى كويس. ويعني بالمناسبة اللي انت قيس المقادير قبل، لان هو بعد ما بيتحمص بيزيد حجمه شويتين، يعني بيزيد حجمه حوالي معلقة كبيرة او معلقتين كبار. فقيسي كوباية من السمسم اللي هو مش محمص، ولو عندك سمسم محمص على طول استعملي كوباية ومعلقة كبيرة. فدلوقتي السمسم ده ريحته دلوقتي تجنن. فمتخيلين بقى هعمل ايه دلوقتي؟ جبت خلاط فاضي تماما ناشف جدا، حطيت فيه كوباية السمسم، ويلا على طول نشغله. والسمسم طبعا مش هينفع اوريكم من جوه الخلاط لانه لازم يتغطى. فهطحن السمسم كده حوالي دقيقة واحدة، اجيب من الجوانب عشان اتأكد ان هو اتحول معايا كده بودر، ومنزودش عليه اكتر من كده. شايفين الشكل ده رائع. وبعدين بقى هجيب البيض وهفرز البيض بيضة بيضة، علشان يعني لو في واحدة مش سليمة ولا حاجة ما اخسرش كل الكمية، مع ان الحمد لله دايما البيض بيبقى طازة وما بيقعدش. هحط اول بيضة واحط عليها الفانيليا. المقادير نسيت فيها دلوقتي المحطوطة قدامكم كده، معلقة كبيرة من الخل. في ناس كتير يا سلوى ولا اقول المقادير في الاول، فاعذروني نسيت اقول لكم، وهجيبها كمان شوية. فانشي على طول لو بتعملي كده، ممكن تحطي معلقة الخل دلوقتي مع الفانيليا. وادي البيضة التالتة. في حاجة اسهل من كده؟ على فكرة الزبدة مش لازم تكون برة التلاجة، ممكن تكون بدرجة حرارة التلاجة. بالنسبة لسكر ستيفيا انا شايفة ان انتي تحطي 3 اكياس او حوالي 3 معالق بيكون مناسب جدا، بمثابة ان كل مج هياخد معلقة من السكر. انا بالنسبة لي خلاص ما بحط السكر الحمد لله. ده مكعب من الزبدة حوالي 20 جرام بنفس درجة حرارة التلاجة عادي خالص. ويلا نخش ايه نحطهم. تعالوا بس نحط البيكنج باودر لحسن ننسى. فعايزة حوالي معلقة ونص مش مليانين من البيكنج باودر. طيب ده كده الخليط هيكون بالفانيليا. بعد ما اخلطه وهاخد منه الكميه اللي انا عايزاها، هبتدي احط شويه من الكاكاو عشان اخلي شويه بالشوكولاته. هنشوف في حاجه اسهل من كده؟ طبعا محدش متخيل الطعم. هبتدي اخلط واخلط كويس، يعني حوالي كده 3 4 دقائق. نطفي الخلاط ونستنى شويه، نطفي الخلاط ونستنى شويه لحد ما يكون خلاص كده كله متجانس تماما. الخلط بعد وضع البيض مهم جدا جدا، وكله في الخلاط. طبعا الكيك ده لا يقارن بالكيك العادي،
يعني الناس اللي هتقول يا سلوى 3 بيضات عشان تطلعي 3 كب كده من الكيك ده، احنا 3 بيضات دول في الكيك العادي او بالدقيق الابيض يطلع صينية معتبرة، صينية كده مقاس 26 وعالية قد كده، عارفة طبعا. ولكن دايما البدائل الصحية بتكون مختلفة تماما عن الحاجات اللي هي فيها دقيق ابيض. دلوقتي اهو الخل اهو ظهر، فهحط معلقة كبيرة من الخل، وعلشان انا نسيت اوريلكوا في الاول هضطر ان انا هخلطه كده بالسباتولا في الخلاط، ولكن انت طبعا تقدري تحطيه مع البيض زي ما قلنا. هنقلب كده كويس، شايفين انا عايزه اوريكم كده الخليط شكله عامل ازاي، عامل زي ما يكون كده اللي هي الطحينه او الهرده، شايفين السم كده. طيب طبعا نقدر ان احنا نجيب قالب على طول يكون يعني يكفي ان احنا نحط فيه كل المقدار ونسويه على طول في الفرن. اما انا عندي هنا المجات دي علشان عايز اعمل 3 نكهات. خلونا نتفق ان اول مج ده هحط فيه اللي هي بالفانيليا، وتاني مج هعمل ميكس ما بين الفانيليا والشوكولاته، والاخير بس هخليه بالشوكولاته فقط. فخلوني ادهن القوالب علشان او ادهن المج، والمج ده بيخش الفرن وعملنا فيه كذا مره. تعالوا بقى ايه نحط بالكاكاو. خلاص كده، فهحط معلقه كبيره من الكاكاو قدامها معلقه كبيره من الميه، وهبتدي اخلط كده، مش مستاهل خلاط يعني، حبه مش كتير اصلا، وهيتجانس بسهوله. وانزل بما ان المج في النص ده قلنا عايزين نصه بالفانيليا ونصه بالكاكاو، فهحط عليه معلقه من الكاكاو، والاخير ده هحطه بقى كله بالايه بالكاكاو او بالشوكولاته. طيب المجات دي هتخش كده على طول؟ اه هتخش كده على طول الفرن على الشبكه مباشره. ايوه، اي نوع فرن، كهرباء غاز مش هيفرق خالص، هيقعدوا حوالي يعني 20 لـ25 دقيقة وبعدين نشوفها، لو لقيناها متماسكة خلاص خلاص. شايفين كده، يلا نقلبها بعد ما بردت طبعا ولا اروع. طبعا محدش متخيل الطعم ده، انا لسه هزود الطعم دلوقتي حاجة اهو، شايفين مش لازق لان دهنته كويس، ودي اللي كانت نصها بالفانيليا ونصها بالكاكاو. مستنيه اي حاجه تقع بس ادوقها هموت. ودي اخر واحده اللي هي بالشوكولاته فقط، اهي شايفين كده 100 100. طيب نتعذب شويه بقى، حته واقعه اهي شايفين. طيب انا بسالكوا بقى دلوقتي، لو انتوا قدام 3 مجات زي كده وبتحبوا الفانيليا اكتر اكتبولي تحت بقى، ولا فانيليا وشوكولاته، ولا شوكولاته فقط؟ تجنن. ولسه هنفتحها من جوه وهندوقها، ده انا لسه بقى بصوا بقى هعمل ايه، جريمه بقى. جبت عندي هنا علبه قشطه، العلبه دي حوالي 100 جرام، هاخد تقريبا نصها او اكتر شويه، يعني تقريبا على كل واحده احط معلقه واحده، يعني ندلع نفسنا بقى، ما انا يعني خلاص بقى. هعمل ايه علشان اخليها لونين؟ كل اللي هحطه عليها شويه من الفانيليا، ونتاكد ان الفانيليا تكون خام من غير سكر، او نحط فانيليا سائله. خلاص كده، يعني دي عباره عن ايه، قشطه وعليها رشه من الفانيليا. طبعا القشطه العلب دي مختلف عن القشطه اللي هي بتاعه وش اللبن، فدي اللي ما عندوش ممكن يجيب كريمه ويقعد يخفقها، بس انا صراحه ما عنديش الوقت اللي انا اعمل فيه كده قدام الحاجات دي، اسيب الكلام ده واروح يعني اضرب كريمه، يعني مش معقول يعني. هعمل شويه كمان بالشوكولاته، فاحط عليهم معلقه صغيره من الكاكاو، وخلاص كده خلاص اهو. تعالوا نعمل دي بما انها كانت نصها فانيليا ونصها كاكاو، فنعمل برضو الكريمه بتاعتها كده، والاخيره كلها بالكاكاو، ونرش عليها من فوق رشه من الكاكاو، او طبعا لو عندنا شوكولاته دارك وعايزين نحط نحط. عايزه بقى تحطي هنا فستق، عايزه تحطي اي نوع من المكسرات تقدري تحطي اي حاجه، وتزيني على حسب رغبتك. على فكره الاحمر ده عباره عن زر ورد، يعني قلت بس عشان يكسر اللون كده، ولا الطعم بقى يا خبر. مش عارفه بقى دلوقتي افتكرت ان هي طلعت طعمها ايه، وبصوا من جوه مش عارفه اقول لكم، ولا سيبكم انتوا تعملوها وتقولوا لي طعمها ايه، مش عارفه. المهم بقى ان انا دلوقتي هسيب لكم المقادير علشان تجربوها فورا، لا تحتمل التأخير. يعني في حد بيبقى مش عايز كده ياكل حاجة ويعلي مزاجه ويعلي موده من غير ما ياكل حاجة فيها دقيق وسكر وحاجات كده مش طبيعية، لا تعالوا نجربها على طول، وهستنى رأيكم لما تجربوها، واشوفكم على خير ومع السلامة.